يعكس هذا المشهد حالة السوق هذه الأيام. شرطة السوق تتجول في محله بحثا عن من يبيع السلع بأسعار مرتفعة بناء على طلب من مجلس القضاء لمراقبة السوق ومحاسبة المخالفين للقانون والمتسببين بأضرار في الاقتصاد الوطني. كاميرا يو تي في تجولت شمالا وجنوبا ورصدت مفارز أمنية تقوم باعتقال تجار مخالفين رفعوا سلعهم المعروضة وفق المادة 9 من قانون تنظيم التجارة لعام 1970، غير أن أصحاب المحال التجارية رفضوا الحديث أمام الكاميرا وأخبرونا أن هذا القرار غير مفهوم بالنسبة لهم ولا يعرفون الضوابط والتعريفات المحددة لهم من قبل الشرطة، ما اضطر بعضهم لإغلاق محله خشية الملاحقة والاستجواب. يو تي في حاولت طيلة الفترة الماضية التحري عن حالة السوق وآليات ضبط الأسعار، لكن التقارب في المعلومات وغيابها كانا يتحكمان بالمشهد. خبراء في الاقتصاد أفادوا بأن قانوني حماية المستهلك ومنع الاحتكار شرعا عام 2010 في البرلمان، لكنهما معطلان حتى الآن، رغم أنهما مسؤولان عن تنظيم السوق وإصلاح العلاقة بين التاجر والبائع.